وإلى زاخو، حيث مديرية الصحة تفتتح قسما خاصا لعلاج الأمراض السرطانية في أحد المستشفيات. توافينا بالأحداث الزميلة نجلاء سندي. مرحبا بك. نعم زملائي، تحية طيبة. أتواجد حاليا داخل مستشفى زاخو العام في إدارة زاخو المستقلة، التي تم فيها اليوم افتتاح رسمي قسم خاص لعلاج الأمراض السرطان، وذلك بحضور رسمي من قبل سيد قهدار الشيخو رئيس إدارة زاخو المستقلة، حيث تم افتتاح هذا القسم لعلاج الأمراض السرطانية وتوفير خدمات أكثر للمرضى داخل المدينة. للحديث أكثر ينضم معي الدكتور سيروان أحمد، مدير رئاسة صحة زاخو، ليحدثنا عن تفاصيل هذا القسم. أهلا وسهلا. اليوم بمساعدة الأستاذ قهدار الشيخو رئيس الإدارة المستقلة في زاخو، تم افتتاح ردهة خاصة لمعالجة المرضى الذين يعانون من الأمراض السرطانية. هذه الردهة تتكون من 10 أسرة. المريض راح يكون في وضع مرتاح ومستريح عند أخذ العلاج، وهذا سوف يقلل من عبء المريض، أنه لحد الآن كان يقصد محافظة دهوك لأخذ العلاج، فهذا راح يكون لا أسهل أنه يأخذ العلاج في المستشفى. شكرا جزيلا دكتور. طبعا زملائي كما تشاهدون، أنا الآن متواجدة في هذا القسم الذي سيكون في خدمة المواطنين والمرضى في مدينة زاخو. طبعا هذا القسم يعني سعة 10 سرائر، ومتوفر فيه الأجهزة الطبية الحديثة وبكادر طبي متميز تم تدريبهم خارج الإقليم كردستان لتوفير الرعاية الصحية في مدينة زاخو، خصوصا أن حكومة إقليم كردستان تسعى دائما بتطوير القطاع الصحي، وخصوصا بعد تحويل المدينة إلى إدارة مستقلة. نعم زملائي. نعم نجلاء سندي، شكرا جزيلا لك من زاخو.